بأنه يعمل بمدينة الرياض، وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساء، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة وذهب إلى مكة وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم بأنه كان في نيتي العمرة قبل خروجي من الرياض. يقول: قد أخبرني أحد الإخوان بأنه يجب علي الذبح، لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نيتي العمرة قبل الخروج، فهل فعلا يجب علي الهدي أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان الإنسان قاصدا مكة يريد العمرة أو الحج، فإن الواجب عليه أن لا يتجاوز الميقات حتى يحرم، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل اليمن من يلملم، وذكر الحديث، وهذا خبر بمعنى الأمر. وعلى هذا فإنما فعلته من ترك الحرام من الميقات ولم تحرم إلا من جدة فعل غير صحيح، والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء. أما لو كنت مسافرا إلى جدة وليس من نيتك أن تعتمر، ولكن بعد أن وصلت إلى جدة طرا عليك أن تعتمر، فهنا أحرم من المكان الذي نويت فيه العمرة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت المواقيت: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؟ الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته ويلبس ثياب الإحرام، وإذا حال الميقات وهو في الجو لب وأحرم، أي دخل في النسك. وإذا كان يحب أن لا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة فلا حرج، المهم أن لا تحاذي الطائرة الميقات إلا وقد تهيأ واستتم ولم يبقى عليه إلا النية. والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب بأنه بقي على الميقات كذا وكذا ليكونوا متهيئين. نعم. يقول: بأني ذهبت لتأدية العمرة وتجاوزت ميقات الإحرام ودخلت مكة المكرمة في أذان الفجر، فدخلت المسجد الحرام وفي الفجر وأنا في هذا الوقت لا أعرف الميقات، وعندما خرجت من الحرم سألت عن مسجد الإحرام فدلني أحد الأشخاص على مسجد التنعيم فذهبت إليه وأحرمت من هناك ورجعت وأديت مسك العمرة، وأنا في اعتقادي بأن هذا هو ميقات الإحرام. وعندما رجعت حيث قال لي أحد الأشخاص: عمرتك غير، وقال آخر: أبدا. أما الثالث فقال: يكفي من التنعيم. فهل العمرة صحيحة أم علي فدية مأجورية؟ العمرة صحيحة لأنك أتيت بأركانها، فأحرمت وطفت وسعيت وقمت بالتقصير أيضا أو الحلق، لكن عليك فدية لأنك تركت واجبا وهو الإحرام من الميقات. نعم. فالواجب عليك حين قدمت من جازان تريد العمرة أن تحرم من الميقات الذي تمر به، فلتركك هذا الواجب أوجب العلماء عليك فدية تذبحها في مكة وتوزعها على الفقراء هناك. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.